أعتقد أن بعد التحرير فعلا يعني كانت هناك فرصة ذهبية، يعني خليني أقول لك فرصة ذهبية بأن تتحول الكويت إلى دولة مدنية فعلا حقيقية على أرض الواقع، خصوصا أن كل يعني ما حدث في الكويت بعد التحرير هو إعادة بناء، فكان المفترض أن يكون إعادة البناء على شكل عقلي منطقي مدني يهتم بالإنسان والتنمية والمجتمع، لكن للأسف تم الاهتمام يعني أيضا أو تم الرضوخ للتيارات الدينية والقبلية، يعني تم اعتبارهم هم المسؤولين عن الدولة، هم المسؤولين عن إعادة الكويت إلى مسارها الديني القبلي الطائفي. متحالفة مع القوميين، مع اليساريين، مع الشيوعيين بحكم الهبة العربية اللي كانت أيام جمال عبد الناصر وغيره، لكن بعدما انتهت هذه الموجة الكويت أو الحكومة الكويتية تحالفت مع التيارات الدينية القبلية بحكم أنهم يعني بحكم هم من ظهروا على الساحة بعد نهاية التيارات القومية العروبية وغيرها. الكويت لم تخرج عن هذا المسار، تحالفت معهم بشكل كبير. بعد التحرير فعلا لإرضاء الجانب الديني القبلي تم إنشاء اللجنة العليا لاستكمال تطبيق الشريعة الإسلامية. ما هو عمل هذه اللجنة؟ عمل هذه اللجنة كان يعني للأسف كان يعني معالجة القوانين يعني تخيلي معالجة القوانين الكويتية والالتزام بأنها تكون خاضعة وتابعة ومتلائمة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. يعني تخيلي هذا المنطق بعد تحرير الكويت، المفترض أن الكويت تعيد بناء الدولة بشكل واضح وصريح ومدني، لكن استعاضت عن هذا الأمر بإنشاء هذه اللجنة يعني والتي كانت فعلا ضربة قاسمة لأي فكر تقدمي تنويري ثقافي علماني مدني، كانت ضربة قاسمة. استمر عمل هذه اللجنة، وقد قيل بأنها هي ترضيات وصفقات للتيارات الدينية، خصوصا بأن رواتب هذه اللجنة رواتب خيالية بعشرات الألوف من الدنانير، تم اعتبارهم بأنها ترضية ويعني صفقة لترضية التيارات الدينية في الكويت والقبلية، وتم يعني قيامها بأدوار لم تكن واضحة، ولكن بدعم مباشر من الديوان الأميري. حتى الآن يعني تقريبا من قبل كم سنة صدر مرسوم بحلها وإنهاء دورها وبأنها قامت بدورها الكامل، ولكن هل تم تطبيق هذه القوانين الإسلامية؟ لا أعتقد، لأن لا يمكن لأي دولة تحمل دستور بأن ترجع مرة أخرى بتمكين هذه القوانين بشكل إسلامي كامل، فهذا يخالف القوانين. هل يتم تطبيقها بأثر رجعي مثلا، أو هل يتم إلغاء القوانين؟ ماذا عن العقبات والتبعات والقضايا والقضاء الدستوري والأحكام الدستورية؟ فإذا هي إشكالية، ولكن هي كانت صفقة من أجل إرضاء التيارات الدينية. ما أعتقد أن بإمكان يعني الكويت تحديدا بأنها تكون يعني دولة تنفذ هذه التوصيات، خصوصا بأن الكويت نوعا ما تملك هامش من الحرية، ونوعا ما تملك دستور 62 والذي حدد بعض يعني التفصيلات للسلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، وهناك برلمان كما نعلم تماما باستطاعته أن يحاسب أو يملك القدرة على تمرير هذه القوانين. فأعتقد أن هذه الهيئة كانت مجرد صفقة في فترة من الفترات، وانتهت الآن بكل هدوء، ولا يمكن أن نجد لها أي تأثير فعلي على أرض الواقع أو على أرض القوانين.